تأمل خطاب القرآن، فإن تتأمل أيها الموفق هذا الخطاب العظيم وهذا الكلام، كلام من لدن حكيم خبير، كلام الله سبحانه، كما قال جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن كلام الله تعالى، فمن تأمل في هذا الكلام فإنه سيجد ملكا يخلق ما يشاء. وحقيقة الخلق كما قالوا هو إيجاد على وجه معين، والله خلق وهو الخالق وهو الخلاق، فهو الذي أوجد الأشياء بعد أن لم تكن، وهو الذي قدر لها وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فإنه الرب الجليل الأكبر الخالق الباري المصور. قال الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، والله في السماوات وفي الأرض. وسم ما شئت من الآيات التي تدل على أسماء الله وصفاته، ومن ذلك ما سبق ذكره وهو قوله سبحانه: والله الخالق البارئ المصور. قد يظن القارئ وهو ينظر إلى هذه الأسماء الثلاث قد اجتمعت في قوله الخالق البارئ المصور أن هذه الأسماء مترادفة متكررة، وأن الكل يرجع إلى الخلق أو معنى الاختراع. ولهذا قال من قال إن هذا ينبغي ألا يكون، فكل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا. الله سبحانه خالق من حيث أنه مقدر، وباري من حيث أنه مخترع وموجد، ومصور من حيث أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب، كما قال أهل العلم وذكروا هذا المعنى اللطيف في قول الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى قوله تعالى الخالق البارئ المصور. فالخالق لما كثر خلقه للأشياء استحق اسم الخلاق. إذا قرأت القرآن ستجد ملكا يخلق ما يشاء، وخلق فأحسن الخلق سبحانه. ولما كثر خلقه للأشياء فهو الذي خلق السماء والأرض والنجوم والجبال استحق اسم الخلاق، فقد كثر خلقه وإيجاده لها بهذه الكيفية العجيبة التي يقف عندها الإنسان متأملا مستشعرا قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات وتلك الأعداد الكثيرة خلقها الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. ولا يعلم أيها المتأمل في كتاب الله منكر لذلك إلا جاحد أو مستكبر، فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان. ولهذا نقول دائما استشعر هذا المعنى وتأمل خطاب القرآن، ستجد ملكا خلق الأرض، خلق السماء، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الإنسان، خلق الجان، خلق خلقا كثيرا، وخلق ما نعلم وما لا نعلم، ويخلق ما لا تعلمون. وهذا وإن دل فإنما يدل على قدرته وتمام وكماله وتمام ملكه سبحانه، وأنه يخلق ما يشاء، بل هو كذلك يرزق من يشاء، فكما خلق رزق. والله سبحانه وتعالى يرزق وهو خير الرازقين. فمن تأمل في كلام الله نظر وأبصر يجد ملكا قال في كتابه المبين عن نفسه: وإن الله لهو خير الرازقين. فيرزق جل في علاه رزقا حسيا للأبدان، ورزقا معنويا للقلوب. فرزق القلوب كما قال العلماء بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا بلا ريب من أعظم الرزق. فالرزق نوعان: رزق عام من الطعام
من الشراب وما تقوم به حياة الأبدان، وهذا يشترك فيه الجميع، يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا على الله رزقها، ما دام من خلق الله فالله يرزقها جل في علاه بغير حساب، يرزق سبحانه. والرزق الخاص إنما ظفر به وفاز من فضله الله على كثير من الخلق، وذلك الرزق نريد به الإيمان بالله والعمل الصالح وما تقوم به حياة القلوب كما سبق الحديث، وتزكية النفوس تدرك هذا كله وهذا الرزق في كتاب الله عندما تتأمل، فهو مقدم على غيره. من رزق هذا الرزق فقد رزق خيرا عظيما، حتى وإن فاته شيء من الرزق العام فلا يحزن، لأن الله أكرمه بالرزق الخاص ألا وهو الإسلام والهداية والقرآن والإيمان. فكم من امرئ أعطي الرزق العام من الشراب والطعام وحرم الرزق الخاص، وهذا محروم وإن كان قد ظفر بالرزق العام. أما من فاز بالرزق الخاص والعام فقد فاز فوزا مبينا. والرزق الخاص ذكر في كتاب الله، جاءت الإشارة إليه، وهذا رزق لا يهدى إليه إلا من هدى الله واختاره من بين العالمين، والله يرزق من يشاء، والله يبسط الرزق لمن يشاء، ولا سيما الفقه في دين الله تبارك وتعالى وفي الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرزق الفهم في دين الله، في شريعة الله، في أحكام الله، في أسمائه وصفاته جل في علاه. وهؤلاء فرحوا بهذا الرزق صار أحدهم يردد قائلا: والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. فينبغي للعبد عند سؤال الله الرزق أن يستشعر هذا التقسيم، فإذا جاءت الآية تتحدث عن الأرزاق فلا يغيبن عن بالك بأن الله هو الرزاق. ومن تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى سيجد ملكا فضله واسع، يرزق من يشاء بغير حساب. إذا تأمل خطاب القرآن ستجد ملكا يرزق من يشاء جل في علاه، ورزقه ويرزقه سبحانه وتعالى من يشاء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد تكفل الملك سبحانه بأرزاق الخلائق مع كثرة العدد ومع كثرة الطلب وتنوع حاجاتها من المدد، إلا أنه يرزق من يشاء سبحانه، فخزائنه لا تنفد، وإن الله لهو خير الرازقين، وهو الذي يسوق رزقه إلى الضعيف من دواب لا تحمل رزقها كما يسوقه إلى القوي منها. فهذا معلوم ملموس مشاهد في كتاب الله وفي أيام العمر، وإن الله لهو خير الرازقين، وهو سبحانه الذي يرزق كل مخلوق بما يحتاج إليه. فقد رزق جسد الجائع بالطعام، ورزق عقل الجاهل بالعلم، ورزق قلب العاصي التائب بالأنوار، أنوار الهداية، ورزق لسان الغافل بذكر الله سبحانه، لطيف بعباده، يرزق من يشاء جل في علاه، وإن الله لهو خير الرازقين. فهو الذي رزقه يلاحق العبد في حياته وبعد موته، كما قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وتذكر دائما أن الله يرزق من يشاء جل في علاه، فرزقك مضمون، فلا تسرف في طلبه، لا تبالغ، خذ بالأسباب وانظر في كتاب الله تبارك وتعالى وكيف أنه سبحانه رزق الضعيف والقوي والغني والفقير. وكان النبي البشير صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا ويقول كما في الحديث الصحيح: إن الرزق
ليطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. فتذكر قول ابن القيم حين قال: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد الله عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح عليك برحمته طريقا أنفع لك منه. أتذكر هذا المعنى وأنت تسأل الله الرزق، فكثير منا يسأل الله الرزق وقد ذهب ذهنه وفكره وحاجته وطلبه إلى الرزق العام من الطعام والشراب، وهذا مباح ويحتاج إليه الإنسان، لكن لا يغيبن عن بالك وأنت تسأل الله الأرزاق الرزق الخاص الهداية، وأن تكون ممن أقبل على كتاب الله فانتفع وارتفع، وكان ممن تأمل خطاب القرآن، لأن من تأمل خطاب القرآن وأدرك ما فيه من معان وأسرار أو أتى على شيء منها فلا ريب ولا شك بأنه رزق الهداية والانتفاع بالقرآن. والله تعالى يقول عمن حرم الرزق، هذا الرزق وهذا النوع من الرزق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن حرم التدبر فعلى قلبه الأقفال حالت بينه وبين هذا الرزق الخاص. نسأل الله أن يجعلنا ممن انتفع وارتفع بالقرآن، فلنتدبر دائما خطاب القرآن.